انضم إلينا أيضا من الخرطوم الناشط وشاهد العيان ناظم سراج. أهلا بك سيد ناظم. إذا ما الذي شاهدته، ما الذي رصدته اليوم بعد خروج المحتجين إلى الشارع بعد سلسلة الاعتقالات وكل هذه التطورات، انقطاع خدمة الإنترنت في بعض المناطق وخدمة الاتصالات، بالإضافة إلى حديث عن اعتقال للمزيد من الأعضاء التابعين أو الموالين لحكومة حمدوك؟ نعم حقيقة، وبالإضافة لما قاله الأخ خالد، أنا شاهدت قوات من الدعم السريع وهي تخلق كوبري شرق النيل وكوبري كوبر من اتجاه الخرطوم. الآن المحتجين تم إغلاق عدد كبير من الشوارع في أحياء مختلفة. أكاد أجزم لك أنه تم إغلاق أحياء الصحافة وأحياء الرياض والامتداد ناصر والكويت والمعمورة. هذه التي شاهدتها اليوم في خلال تجولي على عدد، ولا زالت المزيد من الجماهير تخرج الى الشوارع شاهرة هتافها بان الحكومة العسكر مرة اخرى. هذا هو الحاصل الان، لكن لا كل الاذاعة القومية والاذاعة الاف ام وحدت البث بثها واصبحت تبث اغاني وطنية، ما عدا اذاعة واحدة وهي اذاعة هلا 96 وهي معروفة بمساندتها للثورة وللتحول الديمقراطي، فتم قطع إرسالها تماما. لا يوجد احتكاكات حتى الآن، لم أسمع بأي احتكاكات نسبة لعدم وجود شبكة اتصالات، لكن في محيط ما يسمى منطقة الخرطوم شرق الآن الجماهير تقوم بتقفيل الشوارع وتتريسها كما مشهور لدينا. من الخرطوم الناشط وشاهد العيان ناظم سراج، شكرا لك. نعود إلى ضيفنا الخبير الأمني محمد نعمة الله. سيد محمد، يعني كنا نتحدث أو حضرتكم كنتم تتحدثون عن 4 سيناريوهات مطروحة في هذه المرحلة، ما هي هذه السيناريوهات؟ أنا بفتكر أن هنالك 4 مشروعات لإعادة بناء السودان. المشروع الأول اللي هو المشروع العربي الإسرائيلي، وده واضح من يدعمه ومن يقف خلفه، وحتى عنده ما يساندوه من داخل الحكومة في السيادة أو في مجلس الوزراء. المشروع الثاني اللي هو المشروع الأمريكي، والمشروع الثالث اللي هو المشروع الأوروبي. دي كلها مشروعات عندها داعمين داخل مجلس السيادة وداخل مجلس الوزراء. هذه المشروعات جميعها ليست مشروعات وطنية للأسف الشديد. يعني حتى المسؤولين اللي موجودين على سدة الحكم كلهم يقف خلف واحد من هذه المشروعات، وده كله لا يعني الشعب السوداني في شيء، لأنه في النهاية سيفتت السودان. نحن بحاجة إلى مشروع سوداني، فكرة وطنية سودانية يقف خلفها جميع السودانيين، وهذا ما لم يحدث. يعني للأسف الشديد 19 ديسمبر اتفقنا كلنا على تسقط بس، ثم سقطت. ماذا بعد؟ اتفقنا في الوثيقة الدستورية على حكومة تكنوقراط. حكومة التكنوقراط لا تحتاج إلى أي حاضنة سياسية. ما الحلول سيد محمد برأيكم؟ يعني كيف يمكن اصطفاف كل المكونات السودانية حول حكومة واحدة وحول مشروع سوداني داخلي كما تعتبرون من دون أي تدخل خارجي؟ يتم الآتي، يتم الوضع، يتم توافق السودانيين بعد ما قلنا كلنا تسقط بس، ونحن في التفكير الاستراتيجي بنقول أنه التفكير الاستراتيجي يبدأ من نقطة الاتفاق. نقطة الاتفاق كانت كل الشعب السوداني في 19 ديسمبر قال تسقط بس، أوكي كنا متفقين على كده. مشينا للوثيقة الدستورية بغض النظر عن رأينا فيها، لكن الوثيقة الدستورية أسست لقضية متفق عليها، أن تكون هنالك حكومة تكنوقراط، بمعنى أن لا تكون هنالك حكومة حزبية. أول خرق حصل للوثيقة الدستورية هي تعيين حكومة أحزاب، وهذه هي مسؤولية حمدوك.
حمدوك يتحمل هذا الخلل، لأنه هو كرئيس مجلس وزراء معين ينبغي أن يعين حكومة تكنوقراط. إذا تعينت حكومة تكنوقراط تلقائيا حكومة التكنوقراط لا تحتاج إلى أي حاضنة سياسية. ما أعلن عنه عن حاضنة سياسية للحكومة هذا افتراء وكذب واختطاف للثورة. إذا نرجع لمربع واحد، حكومة تكنوقراط، الأحزاب تمشي ترفع اليافطات بتاعتها تعمل للانتخابات. الأحزاب الآن اللي تدعي الحاضنة السياسية، نحن لسنا في حاجة إلى حاضنة سياسية في الفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية لا تحتاج إلى حاضنة سياسية. هذا كله كذب وافتراء. والشارع الشارع ده يحتاج إنه يأكل ويشرب. نحن سنتين باللت بنعجن. نعم سيد محمد، ماشية للأسوأ والأسوأ. أنا أفتكر السيناريو الأخير الآن الناس تتفق عليه، تكون حكومة تكنوقراط، الأحزاب انصراف، كل زول يمشي يعلق نفسه. دارين نشوف ندوات في الشوارع تأهيل للناس للانتخابات عشان نشوف. المقياس الحقيقي هو الانتخابات. أي حديث عن أنه نحن سيد محمد سنتوسع في هذه النقطة، يعني كل هذه النقاط المهمة التي تتحدثون عنها، لكن اسمح لي أن يعني ننتقل إلى مراسلنا أبو بكر عبد الله من واشنطن للوقوف على المواقف الأمريكية. أبو بكر مرحبا بك. إذن هذه التطورات تجري في السودان في ظل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان جيفري فلتمن، والتزام وحديث عن التزام الولايات المتحدة بدعم انتقال السلطة إلى الديمقراطية، ولقاءات عدة وجولة دبلوماسية مكوكية قام بها المبعوث. آخر التطورات والمواقف مباشرة من الولايات المتحدة. نعم، تواصلت شخصيا مع وزارة الخارجية الأمريكية. كنا نسأل عما إذا كان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فلتمن ما زال في الخرطوم أم أنه غادر بالفعل العاصمة السودانية، لأنه كان من المفترض أن يغادر صباح اليوم الاثنين العاصمة السودانية الخرطوم. حتى هذه اللحظة الخارجية الأمريكية لم ترد على هذه الاستفسارات، سواء المتعلقة بمكان وجود المبعوث الآن حاليا في الخرطوم أم قد غادرها بالفعل، بالإضافة أيضا إلى أسئلة أخرى حول أي تعليق حول ما يحدث الآن في الخرطوم خلال الساعات الماضية. أيضا ما تزال العاصمة واشنطن الرسمية حتى الآن لم يصدر عنها أي رد فعل، ولكن آخر ما كان متوفرا نتيجة للجولة التي أجراها المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي فلتمن في الخرطوم هو ما غردت به السفارة الأمريكية في الخرطوم، والتي تحدثت عن اللقاءات التي عقدها فلتمن مع أطراف الأزمة السياسية في السودان، سواء أعضاء المجلس السيادي من المكون العسكري بالإضافة إلى رئيس الوزراء. كان هنالك اجتماع مشترك، أيضا هنالك اجتماعات ضمته مع أعضاء ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير بجانبيه. كانت السفارة تتحدث عن أن المبعوث الأمريكي قد أوصل رسالة الولايات المتحدة الأمريكية المتكررة منذ مدة أن الولايات المتحدة تدعم عملية انتقال ديمقراطي مدني وفقا لرغبات المعلن للشعب السوداني، هكذا كان تعبير السفارة الأمريكية في الخرطوم، وهو ذات الموقف الذي تم ترديده كثيرا هنا في العاصمة واشنطن، سواء من إدارة بايدن أو من المسؤولين الكبار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي. شكرا لك مراسلنا أبو بكر عبد الله. وينضم إلينا في هذه التغطية من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني. مرحبا بك أستاذ عثمان، تعليقكم على ما يجري، كيف تقرؤون سيناريو المرحلة المقبلة وأقله الساعات القليلة المقبلة في انتظار بيان مرتقب، ما الذي قد يحمله كلام الفريق أول عبد الفتاح البرهان؟ نعم طبعا، هو انقلاب على الفترة الانتقالية وإنهاء حقيقي للعملية للفترة الانتقالية، وأتوقع أن يتضح ذلك بصورة واضحة في البيان الذي سيظهر بعد قليل. غالبا البيان سيحمل أوامر بإعلان حالة الطوارئ، وبناء على ذلك سيعلن حل أو إلغاء وتجميد وتعطيل العمل بالوثيقة الدستورية، وربما وهو الأهم في تقديري غالبا سيكون هناك إعلان لحل الحكومة المدنية
كاملة وإعادة تشكيل حكومة أخرى، وهذا مقصود به طبعا المواجهة بعض المواقف على الأرض، خاصة المطالبات التي جاءت من ثلاث جهات، من إغلاق المجموعة التي أغلقت شرق السودان والتي تطالب بحل الحكومة، والمجموعة التي تعتصم أمام القصر الجمهوري والتي تطالب أيضا بحل الحكومة، ثم المجموعة الثالثة وهي المكون العسكري في المجلس السيادي والتي تطالب أيضا بحل الحكومة. غالبا سيكون هذا واحد من الأوامر التي ستصدر بعد قليل في البيان، لكن ربما يحاول البيان أن يخفف من كلمة انقلاب بالإشارة إلى أنها مجرد عملية موقوتة لزمن قصير، وأنها إجراءات استثنائية ستكون لفترة قصيرة لاستعادة الوضع الطبيعي في الانتقال الديمقراطي نحو النظام الديمقراطي بصورة كاملة. كل هذه الترتيبات أتوقع أن تكون في البيان الذي سيصدر قبل قليل. والملاحظ أن مثل هذه الإجراءات عادة الإجراءات العسكرية التي تطال النظم السياسية، تكون الإذاعة السودانية والتلفزيون السوداني تستخدم المرشات العسكرية والموسيقى العسكرية للإشارة للبيان قبل البيان، لكن الآن هناك أغاني وطنية وهي ربما محاولة لتجنب إثارة الإحساس بأنه انقلاب، لأن المرشات العسكرية تعني دائما أنه انقلاب عسكري، فاستخدام الأغاني الوطنية يحاول تخفيف الإحساس بهذه الإجراءات. نعم، لكن هل برأيكم سيد عثمان يعني ما يجري اليوم، هذا المشهد الذي نراه، خروج المحتجين، إحراق إطارات، قطع جسور، سيعقد المشهد في المرحلة المقبلة أم أنها سيكون هناك أي مباركة من أي طرف، ربما قد يكون دولي قد يكون أمريكي، من أجل حلحلة الأزمة؟ رد الفعل الجماهيري على مستوى الشارع متوقع، لأن الشارع كان قبل أيام قليلة، كان هناك شعب سوداني تقريبا في يوم الخميس الماضي 21 أكتوبر خرجت ملايين في مختلف مدن السودان وعبرت عن هذه المخاوف التي تحدث الآن، عبرت عن مخاوفها من خطر محدق بالفترة الانتقالية، والآن تحقق هذا الخطر. فإذا خروج الجماهير سيكون تلقائي، حتى ولو لم تقدم لهم بيانات تطلب منهم الخروج، رغم أن المعتاد حسب أدبيات الثورة السودانية أن تجمع المهنيين والذي يتفضل الآن للعملية الجماهيرية، حراك الجماهيري، هو الذي يتولى تحديد طريقة التعامل مع هذه الإجراءات على مستوى الشارع السوداني الميداني، ولاحظ أنه طلب العصيان المدني وطلب الإضراب، يعني ويبدو أن ذلك عمليا يعني أن اللجوء إلى سلاح المواكب الكبيرة المليونيات حتى الآن لم يتحدد بصورة قاطعة، لم ينظم، لأنه يحتاج إلى تنظيم أدق على الأرض، المسارات والأماكن التي يمكن أن يلتقي فيها الجميع، واستخدام وسائل تسمح بالتواصل مع الجمهور ليعرف كيف يتحرك. لكن الآن الإشارة إلى الإضراب والعصيان المدني، وهو عملية تقوم بها لجان المقاومة بقطع الطرق الرئيسية والطرق الفرعية عن طريق المتاريس حتى تعطل الحركة وتمنع النشاط المدني العادي. كل هذه الإجراءات هي تأتي في سياق مقاومة لهذا العمل، لكن من الجانب المدني الذي قد يكون متسق مع هذه الإجراءات العسكرية، أتوقع أن تكون هناك بعض الجهات التي بعض المكونات السياسية التي شاركت في الاعتصام أمام القصر الجمهوري ربما تكون هي ضالعة في التنسيق في هذا الأمر، وبالضرورة طبعا النظام البائد، النظام السابق له مصلحة كبيرة في ما يجري الآن، وربما هو المستفيد الأول الآن مما يجري على الأرض، وقد يحاول استثمار هذه الترتيبات لمزيد من تأزيم الأوضاع الفترة الانتقالية وإنهاء الفترة الانتقالية واستعادة أو إعادة محاولة إعادة الأمور للمربع الأول. سنتوسع في هذه النقطة معك سيد عثمان، لكن اسمح لي بالانتقال إلى مراسلتنا رشا الرشيد. رشا مرحبا بك من جديد. إذا منذ بعض الوقت كنت قد خرجت ومررت بشوارع ذكرت بأنها كانت هادئة نسبيا، أين وصلت الآن؟ يعني ما هو توجه المحتجين؟ هل تبدلت الصورة ويعني هناك هدوء حذر أم أن هناك حرق للإطارات وقطع للطرقات؟ نعم، تبدل الوضع الآن. تحركت مرة أخرى بالعربة واتجهت شمال، اتجاه شمال الخرطوم على اتجاه جسر المك نمر. قوات أمنية من الجيش تغلق الكوبري، دخلنا في حوار معهم أنا وزميلتي سامية،
في من يستطيع عبور الجسر، فذكروا أنهم المرضى فقط، لأنه شاهدنا سيارة أو سيارتين قامتا بعبور جسر المكنمر تحديدا، فتم منعنا تماما من عبور جسر المكنمر. اتجهنا على اتجاه القصر الرئاسي المعتصمين هناك زيادة قليلا في رقعة الاعتصام عن ما مضى من أيام سابقة، هو اليوم العاشر الأسبوع الثاني لاعتصام محتجي أيضا القصر الرئاسي. اتجهنا على قلب الخرطوم، منطقة الخرطوم 2 والخرطوم 3، جانب آخر يعني غير الجيش وغير معتصمي قصر الرئاسة، وجدنا محتجين هم أيضا دخلنا في حوار معهم، هم مواطنين عاديين ينادون بمدنية الدولة وينادون يحتجون على ما يحدث منذ فجر الصباح الباكر. جهة المطار أيضا الجيش يقوم بإغلاق الشارع المطار، هو شارع رئيسي وحيوي في الخرطوم، يعني أجد نفسي في مكان محاصرين على كافة الاتجاهات في كل جهة، يعني مكان أو يعني مجموعة من الأفراد لديهم مطالب، لديهم يعني عدد من الاحتجاجات بصورة مختلفة عن الأخرى، يعني جوانب وأشخاص مختلفين ما بين الجيش، ما بين معتصمي قصر الرئاسة، ما بين مواطنين عاديين يحتجون على ما يحدث الآن في الوضع الراهن. ميدانيا دخان كثيف جدا أراه في السحب من موقعي الآن في مناطق مختلفة تماما عن بعضها البعض، يعني وضع لا نعرف ما سيحدث من بعده، في انتظار منذ الصباح الباكر لبيان قد يصدر من أي جهة تتبنى ما يحدث في الخرطوم تحديدا من احتقالات كما جرت منذ الصباح لعدد من الوزراء وعدد من يعني قوى الحرية والتغيير قاد فيه. وهذا ما يحدث هو ميدانيا دخان كثيف، حالة من الحذر والترقب وانتظار لما سيحدث. نعم، يعني أريد أن أسألك، عندما تقولين بأنه تم منعكم من عبور الجسر، من هي الأطراف التي تقف على هذا الجسر؟ نعم، نرى عربات يعني أمنية لجهات أمنية، طبعا الخرطوم والسودان عموما ما بين ثمانية إلى أكثر من ثمانية قوات أمنية لجهات مختلفة، قد تكون شرطة، جهاز أمن، دعم سريع، عدد من القوات الأمنية المختلفة، ولكن يلبسون زي معين قد ينتمي للجيش السوداني. هذا ما نراه في زي، وسيارات هي تحرس جسر المكنمر، يختلفون أو يبعدون عدد من الأمتار قليلة جدا من معتصمي قصر الرئاسة. هنالك عالم آخر، أشخاص مختلفين تماما يختلفون عن الموجودين أيضا على بعد يعني مسافة قريبة جدا في الخرطوم 2، هم مواطنين، فهو موقف قد يكون غريب، قد ينذر بتطورات تحدث لا نعلم إذا كانت تصعيدية أو غير ذلك. هو وضع لا نملك غير الانتظار بالنسبة لقطاع الاتصالات والإنترنت، لا توجد أي وسيلة سوى الحركة داخل الخرطوم لرصد ما يحدث ميدانيا. شكرا لك على كل هذه المعلومات، أنت باقية طبعا معنا في هذه التغطية، مراسلتنا رشا رشيد. أعود إلى الخبير الأمني محمد نعمة الله. سيد محمد، استمعنا إلى رسالة رشا مراسلتنا، مراسلة سكاي نيوز عربية في الخرطوم، يعني يبدو أن الشوارع لن تهدأ في هذا اليوم، المحتجون يخرجون إلى هذه الشوارع ويلبون دعوات الاعتصام، ما الذي يمكن أن نشهده برأيكم من الناحية المدنية، أو يعني ربما تحديدا من ناحية المعتصمين، هل ستتم أو المشاركة ستبقى سلمية برأيكم؟ هو طبعا أنا بفتكر أنه الآن يعني الدعوات للخروج، الخروج لماذا؟ يعني القضية الآن لم يتحدد ماذا حدث، يعني لكل فعل رد فعل. صحيح يعني الحالة اللي كانت موجودة حالة لا تسر، حالة اضطراب، يجب أن تصل إلى نقطة فاصلة. طيب النقطة الفاصلة دي ليه؟ يعني تم الحدث ده ليه؟ ومن المعني؟ الإشارات الآن واضحة، لكن بالضبط الحصل شنو؟ أنا لو كنت مواطن الآن قالوا لي أخرج لشنو؟ ما أنا لازم أعرف أنه القضية الآن يعني عشان الناس يترسوا الشوارع وبتاع لصالح منه؟ إذا كان في فريقين متنافسين الآن ما معروف من الفريق، يمكن ده طرف ثالث، يعني كان ينبغي أنه الخروج يعني لسبب، يعني أنا بفتكر أنه الآن الناس الخارجة دي لو مسكت واحد سألته قلت له يا أخي أنت بتقفل الشارع ليه؟ احتمال
سيد محمد، عذرا على المقاطعة، لكن يعني نود الإشارة بأن وزارة الإعلام السودانية تقول أن هناك اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني، يعني وبالإضافة إلى تظاهرات وأحراق إطارات في كافة أنحاء المناطق السودانية. أنتم تقولون بأن هذه التظاهرات والاعتصامات لماذا تأتي؟ هي أتت رد يعني كرد فعل على سلسلة الاعتقالات، على عدم التوافق بين كافة المكونات السودانية. لماذا تمت هذه الاعتقالات لديل بالذات؟ ما السؤال ديل ليه بالذات إبراهيم الشيخ؟ ليه وزير الإعلام؟ ليه مستشار؟ ليه؟ من احنا نعرف أن اعتقلون ليه؟ ومن الذي اعتقلهم؟ يعني سأنقل سؤالكم إلى رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني. يعني سيد عثمان، يعني يتساءل السيد محمد عن هذه النقطة تحديدا، لماذا أتت سلسلة الاعتقالات؟ لا أعلم إن كنتم تتابعون منذ بعض الوقت، كان ذكر السيد محمد بأنه المجلس يعني أو أعضاء بعض أعضاء مجلس الوزراء قد كانوا يتحضرون يعني لأمر ما، وأتت هذه الاعتقالات يعني رد فعل استباقي على ما يتم التحضير له. هل هناك أي معلومات عن ذلك أو كيف تردون على هذه النقطة؟ لا يعني فليسمح لي بالاختلاف معه، يعني ليس هناك في يد هذه المجموعة الآن إجراءات معينة للوزراء المعنيين الذين استهدفتهم هذه الإجراءات، إجراءات إلقاء القبض. ليس لديهم ما يمكن أن يفعلونه أكثر من الحراك الجماهيري الذي تقوم به عادة جهات السياسية المساندة للحكومة المدنية، وهي قوى الحرية التغيير، وأحيانا أو ربما رأس الرمح في الحراك الجماهيري دائما تجمع المهنيين السودانيين. لكن الملاحظ في الأسماء التي تم اعتقاله حتى الآن هم الذين كانوا أكثر مواجهة إعلاميا للمكون العسكري. يعني السيد إبراهيم الشيخ وزير الصناعة كان له تصريح أثار ضجة كبيرة، طالب فيه الجيش بتغيير الفريق البرهان كممثل له في مجلس السيادي، واعتبرت القوات أو المستشار الإعلامي للفريق البرهان اعتبر أن ذلك دعوة للانقلاب العسكري داخل الجيش، لأن إجراءات تغيير ممثلي الجيش لا تتم بمثل هذه الطريقة، وأن هذا التصريح من جانب إبراهيم الشيخ هو دعوة للانقلاب العسكري. وكان واضحا أن الأمر وصل ذروته في المواجهة بين الطرفين. طبعا قبل ذلك كله ابتدر هذه الحملة الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي الذي كانت له مواجهة إعلامية قوية وحادة مع رئيس مجلس السيادة، وبدأت منها بعد ذلك حملة تلاسونات. أيضا دخل على الخط بعد ذلك وزير شؤون الوزراء المهندس خالد عمر. فإذا الأسماء التي استهدفت الآن معظمها كانت منخرطة في الخطاب الإعلامي الحاد المتبادل بين الأطراف، لكن الذي يجمع أيضا بينها هو أنها مكونة من الأحزاب التي أشير إليها دائما بأنها تستحوذ على السلطة، وأطلقت عليها بعض الألفاظ السودانية هنا باعتبار أنها أربعة أحزاب هي التي تحوز على السلطة، وكان يشار إليها بكلمة اختطاف الثورة وما إلى ذلك. فإذا الإجراءات تأتي في سياق صدام واضح جدا بين المكون العسكري والمجموعة التي تناهض المكون العسكري داخل المجلس الوزاري. سيد محمد، من ضمن المطالبات يعني والحديث عن خروج المتظاهرين إلى الشارع، كان هناك طلب بنقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين بعد انقضاء فترة رئاسة العسكريين، أيضا مطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية خاصة تكوين المجلس التشريعي واستكمال عملية السلام، في وقت الخارج ينظر أو ربما قد ينظر إلى ما يجري بأنه يهدد اتفاقية جوبا للسلام. نعم، أنا أفتكر باشمهندس عثمان بيقول والله ديل كانوا، أنا السؤال بتاعي لازال قائم، لماذا ديل بالتحديد؟ وأنت براك قلت ديل صعد وديل كانوا مصعدون، هل التصعيد ده حديث ولا وراءه فعل؟ قد يكون خلف هذا التصعيد أنا لا أعلم، لكن كزول محلل بفتكر أنه الإنسان لما يقول كلام بيبقى قدره، وبالتالي الكلام يعني برأيكم الاعتقالات أتت كمحاولة تصد لما يتم التحضير له؟ لو سمحت أوصل الفكرة،
أوصل الفكرة، هذا يعني أنه الناس لما يتحدثوا معناها عندهم من الفعل ما ما يؤكد هذا الحديث. الشيء الثاني، كل اللي حصل اللي قاله باشمهندس عثمان معروف لدينا. أنا بفتكر أنه إبراهيم الشيخ اللي بيقول يغير رئيس مجلس السيادة، يا أخي دي إجراءات عسكرية، أنت مالك ومالا، مجلس السيادة لن يتغير إلا بإنقلاب، إذا دار حكم عليه بإنقلاب عسكري. لكن في التراتبية العسكرية أنت لا تتحدث عن الهيكلة العسكرية ولا تتحدث عن من يقودها، ده شأن حقهم هم. إذا عايزين معناها يا إبراهيم الشيخ، أنت إبراهيم الشيخ جاب البرهان ده، جاب إبراهيم الشيخ لذات في الاعتصام، إبراهيم الشيخ ده هو جاب البرهان، إذا معناه هنالك صفقة بيننا الاثنين واختلف هذه الصفقة. يا أخواننا خلونا نعرف، يا خبر بفلوس بكرة يصبح بلاش، الآن ماذا حدث ولماذا حدث؟ ده السؤال اللي بتطرح نفسه. أخونا عصام مرغني أتفق معك، لكن أنت ليه تم اعتقال دين بالذات؟ إذا معناها يا أخواننا هنالك إثارة وهنالك تصعيد إعلامي. طيب التصعيد الإعلامي ده حيظل متين، ما في نقطة بتصل. أنا ما قلت هذا التصعيد بالضرورة أن يصل لنتيجة، هذه هي النتيجة، دي نتيجة التصعيد. سالبة أم موجبة ما بنحكم عليها إلا بعد ما يصدر بيان من الذي اعتقل ولماذا اعتقل. ولذلك المعلومات الآن، أنا بفتكر أن خروج الناس للشارع ينبغي أن يكون مبني على معلومة. أنا بقول والله الناس ما 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 فرصة تعقلون ولا ما تعقلون، قد تكون الجهة الأفضل هذا عندها ما يبرر. عشان كده أخوانا هنالك معلومة قائبة، لا نبني على المعلومات القائبة، بالضرورة أن نبني أفعالنا لكل فعل رد فعل. لكن حتى الساعة يا سيد محمد يعني لا بيان رسمي من أي جهة تتحدث عن توضيحات لعملية الاعتقالات هذه، يعني ولا عدد صحيح. ولا صحيح. عدد واضح، لكن وكالة الأنباء السودانية تحدثت بأن يعني هؤلاء المعتقلين يعني ينتمون إلى مجلس السيادة المدني، وكان هناك أيضا أنباء تحدثت عن أن العدد إلى تزايد، لكن لا بيان رسمي. يعني كيف يمكن البناء على هذه النقطة التي تتحدثون عنها بأن هؤلاء كانوا يتحضرون لشيء ما؟ نعم، البيان الرسمي هو الذي يحدد. تأخير البيان يعني أن هنالك لا زالت هنالك إجراءات بتاعت اعتقالات، بتاعت تأمين مناطق، بتاعت أشياء كثيرة جدا. إذا أنت لا يمكن أنك يعني تعمل رد فعل بدون ما تعرف الفعل اللي حصل شنو هو ذاته. طيب إذا كان في جهة أخرى طرف ثالث، وأنا بستبعد هذه الفرضية، إذا كان في طرف ثالث غير المكون العسكري والمكون المدني، إذا كان هنالك طرف ثالث يتدخل فيها، مسؤولية من إعلان هذه الحقيقة؟ هي مسؤولية السلطة السيادية، أو بالأحرى مسؤولية البرهان. الآن ينبغي أن يصدر بيان واضح يحدد من هو الفاعل، لماذا تم اعتقال هؤلاء، وما هي الإجراءات اللاحقة. بدون هذه المعلومات، لأنه يا أخواننا أي عمل بدون معلومات بيصبح مبتور. يعني أنا لو خرجت أقول يا منو أنا مع من ولا ضد من؟ نعم سيد محمد. فبيبدأ يا أخواننا الحديث عن يعني تأولات وتحليلات ما بكون صحيح إلا من خلال المعلومة الصحيحة. تأخير الإجراءات ده موضوع معروف، واضح سيد محمد. يعني نعم، يعني نعم. يعني سننتظر هذا البيان المرتقب للفريق أول عبد الفتاح البرهان. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني محمد نعمة الله. أعود إلى رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغاني. يعني ذكر قبل قليل سيد محمد نقطة يتحدث فيها عن أنه ربما أو هو يستبعد أن يكون هناك طرف ثالث قام بهذه العملية أو سلسلة الاعتقالات هذه، في ظل غياب أي بيان رسمي وأي جهة تبنت هذه العملية العسكرية، يعني ما الذي يمكن أن تحمله كلمة البرهان برأيكم؟ نعم، يعني أولا هو توصيف ما يجري الآن هو انقلاب عسكري، هذا لا يحتاج إلى بيان. يعني هذه الإجراءات، السودان دولة شهدت انقلابات عسكرية ناجحة وفاشلة حوالي أكثر
من 30 انقلابا في تاريخ السودان منذ الاستقلال. فأصبح معلوم جدا لأي مواطن سوداني الإجراءات الروتينية التي تتخذ في مثل هذه الأوقات. الذي ينقص العملية الآن اليوم فقط هو المارشات العسكرية، والتي كانت دائما تسبق البيان، والتي تبث خلال الإجراءات الاعتقالات لحين إكمال الإجراء كلها. وربما هنا الآن مقصودة لذاتها، باعتبار أنه إشارة محاولة لطمأنة الشارع أن الأمر سيكون قصير ومحدود، وأنها عملية جراحية محدودة. فلذلك التوصيف واضح جدا، ورد الفعل المتوقع لن ينتظر البيان بالضرورة. يعني رد الفعل الجماهيري هو يتعامل مع العنوان، العنوان الرئيسي انقلاب عسكري إطاحة بالفترة الانتقالية. فإذا لن ينتظر أحد بعد ذلك ليسمع المبررات. يعني هنا غير مرغوب في سماع المبررات، باعتبار أن المبدأ نفسه يصبح بعد ذلك مرفوض على مستوى الشارع، فلن ينتظر أحد البيان. كما ذكرت البيان توقعه أن يستند على أن يحاول أن يوجد التكييف القانوني عن طريق إعلان حالة الطوارئ. إعلان حالة الطوارئ هي من تفويض ومهام المجلس السيادي، يعني من حق المجلس السيادي مجتمعا، وليس رئيس المجلس السيادي، أن يصدر أوامر بإعلان حالة الطوارئ حسب تقديرات التي يراها. وإعلان حالة الطوارئ يعني بالضرورة سلطات استثنائية. هذه السلطات الاستثنائية سيستخدمها الإعلان الآن لإلغاء أو تعطيل أو تجميد الوثيقة الدستورية، وربما بعدها مباشرة يصدر قرار بحل الحكومة الموجودة الآن، الحكومة التنفيذية، ومحاولة الإشارة إلى أنه من الممكن تكوين حكومة، أو ربما إعلان بعض الأسماء من هذه الحكومة، في محاولة طبعا الشارع بأن الأمور سريعة وقصيرة وأنها إجراءات وقتية قد لا تستغرق وقت. كل ذلك سيكون في البيان الأول الذي يحاول أن يضع النقاط فوق الحروف. نشرك في هذا الحديث الخبير العسكري والاستراتيجي فتح الرحمن محي الدين. مرحبا بك سيد محي الدين. يعني هل يمكن الحديث فقط عن حالة طوارئ في هذا البيان المرتقب للبرهان، أم أنه سيكون هناك إجراءات أخرى، ولا سيما أن حالة طوارئ تعلن مجتمعة من قبل المجلس التنفيذي، لكن في هذه الحالة مع سلسلة الاعتقالات ما الذي يمكن أن يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية إليك والتحية للسادة المشاهدين والتحية للأستاذ ضيفك الكريم. أنا أؤكد أنه لا يوجد انقلاب عسكري، لا يوجد انقلاب عسكري، هذا إجراء لتصحيح مسار الثورة. كلنا نشاهد ونتابع خلال الثلاثة أسابيع الماضية هنالك كان تعنت وعرقلة واضحة من مركزية الحرية والتغيير في عدم الخروج من النفق المظلم الذي أدخلت فيه البلاد.